تبارك الله على الاستاذ ديالنا. بغيت تعطيني شي كلمه وانت تتشارك هذا النشاط لهاد الاطفال، بغيت تعطينا شي كلمه بهاد المناسبه. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، بهاد المناسبه هذه اولا نشكر جمعيه الشباب الامل المغرب، دابا هادو يعني تيخليوك تعيش ايام بطبيعه الحال ايام الصبا بطبيعه الحال. اولا تنشكروا هاد الجمعيه وتنشكروا الاطور اللي تتسهر على هاد على هاد على هاد هاد, هاد العمل هذا. انا صراحه فاش الوليدات تيرسموا فكروني في الطفوله ديالي، وفكروني كنا حنا تنرسموا غير بالقلم الرصاص وهذا، ولكن اليوم انا حتى انا تنعيش هاد الجو ديال الطفوله. معقوله يعني واحد المتعه صراحة هذا الرسم هذا راه ماشي سهل، لأنك تعيش واحد العالم آخر، في نفس الوقت فيه واحد الراحة الجسم ديال الإنسان، لأنه تيخوي شوية، ما تيبقاش في هذاك 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 كاين عنده راحة نفسية. يعني تترتاح نفسيا وتتعيش مع ذاك اللوحة اللي باغي أنت. وأنا حتى أنا حسب مع الوليدة تتواجد هذه هي، هذا هو الهدف، هو انني رجعوا لي للوراء بزاف. دابا انا رحت هنا دابا شاركهم الفرحه ديالهم، شاركهم الطفل اللي سمحت لنا. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك.